تحية رياضية لكل متابعينا عبر منصة هنا لبنان. نحن اليوم معكم من مطار في الحرير الدولي من صالون شرف تحديدا، من لحظات معدودة ومن دقائق معدودة حطت الطائرة اللي عم بتقول البطلة اللبنانية لتيسي عون، بطلة لبنانية بالتايكوندو لتيسي عون قادمة وعائدة من أولمبياد باريس 2024. رح أخذ سريعا رئيس الاتحاد اللبناني للتايكوندو دكتور حبيب ظريفي. أول اليوم إنجاز لبناني، أول شيء يعطيك العافية على كل شيء. يعني اليوم انجاز لبناني، هذا الانجاز لك ايد كتير كبيره فيه، لانه انت كمان شاركت بدعم التايكوندو من اول ما بلشت الوجبتنا وكل الاحوال. انت اللي عمل الام في للتايكوندو تحديدا، قلب اللعبه من محل الى محل اخر. يوم على الرغم من عدم تحقيق ميداليه، ولكن اللي تسع عون هي حققت انجاز لبناني بمجرد ما قدرت تجمع اللبنانيه وصولا لهالمراكز المتقدمه على صعيد الادوار النهائيه لاولمبياد باريس 2024. هي الانجاز الكبير، الرساله اللي وجهتها لتيسيا لكل العالم بلبنان، انه ما حدا بقى بيقدر يقول انه انا ما في حق ميداليه اولمبيه. هيدي اهم رساله، رساله امل، رساله رؤيه، انه لا نحن بنعرف نحط رؤيه، بنعرف يكون عندنا، بنعرف الطريق اللي بتوصل. وهيدي امل كتير كبير لكل الاتلات بلبنان، لانه في كتير اتلات بلبنان، في كتير مواهب، في كتير عالم بحبوا السبور، في كتير عالم بدهم يوصلوا، ومش بالضرورة يكون في دعم محل دول لقلهم، بيقدروا هن يوصلوا. يمكن يكون في دعم نادي لقلهم، يمكن دعم اتحاد، بيقدروا يوصلوا من دون أي دعم تاني. هيدي الرسالة أهم رسالة، خاصة أنه الإنجاز اللي انعمل هو إنجاز كتير كبير، منه إنجاز عادي. نحن تأهلنا دمي فينال بالأولمبيكس، أوكي، يعني مش إنجاز عادي. أكيد الميدالية كانت بتخلي أكتر، بتعطي قيمة أكبر بكتير طبيعي. ميدالية بعد 44 سنة من الغياب عن التتويج. أكيد، بس أنه مش معناتها أنه نحن، يعني إذا بدك كيف واحد بيجيب برونز بس بالنسبة لبلده كأنه ذهب، نحن هيدا الاستحقاق طبعنا كأنه ميدالية، كأنه ميدالية فضية أو ذهبية للبنان. هيدا الإنجاز اللي عملناه. أنت كان في لك حديث من بعد المواجهة النص نهائية مع لتيسيا، قعدت أنت وياها، حكيت أنت وياها، شو قلت لتيسيا؟ هلا اول ما طلعت، يعني من اول ما طلعت قلت لها، هو اكيد قلت لها انه يو ديد مور ذان اني بودي كان دو، يعني انه هي لتيسيا كانت، كان عندنا اصابه نحن من اول فايت، من اول فايت كان عندنا اصابه، من اول فايت كان عندنا اصابه باول فايت وكملت. وقلت لها اخر فايت ما في الا لتيسيا عم تلعبه، لانه ما حدا بيقدر يتحمل هيك وجع. شو كان صاير معها؟ اجرى كلها من فوق لتحت مردرد كتير، مش شوي، ولعبت ثلاث فايتات عليها. وهلا يعني هيدا موضوع موجود بالسبور، يعني اليوم اوقات، يعني الحمد لله ما كان عندها ديشيرير، يعني ما كان عندها مزق، مع انه هي كانت عندها ديشيرير من شي شهرين ثلاثه تقريبا وعالجناه، بس ما كان عندها بقلب البطوله ديشيرير، بس كان عندها اصابه كتير سيريوس. بس ما في الا لتيسي عون كانت تقطع هدول المتوشه، ما في الا لتيسي عون تلعب اخر ماتش مع اصابه، هيك اصابه. ونحن برجع بذكر، نحن خسرنا فرصتين على الميداليه البرونزيه لما تاهلنا على الدمي فينال. لما بنلعب على الدمي فينال ونتاهل تنطلع على الفينال، هي اول فرصه. ثاني فرصه بالريبيشاج، يعني اثنين، اوكي. وباخر فايت نحن خسرنا 0-0 مع الكنديه سوبريوريتي اول جوله، و4-3 ثاني جوله. سو وي ار فايتنج باجر وحده عم تلعب، اوكي. يعني هذا، يعني اذا بدك، يعني لما بتنافس مع دول، انا دائما بقول نحن عندنا بالسينيورز بلاك بيلتس لتيسيا ورفقاتها لتيسيا البلاك بيلتس، اللي هن 5-6 بلاك بيلتس، هودي اللي بيشتغلوا كتير، يعني 5-6 بلاك بيلتس عم ينافسوا 500,000 بلاك بيلت تبع ايران، ومليون بلاك بيلت تبع تشاينيز تايبي، ومليون بلاك بيلت او مليونين بلاك بيلت تبع الصين. هودي 5 بلاك بيلتس عم ينافسوا مليون، مش انه يعني هيدا هيدا اذا بدك الرساله اللي بدنا نوجهها للبنانيين. اليوم أستراليا 30 مليون نسمة طلعت الثالثة، نافست أمريكا ونافست الصين، بس هي 30 مليون نسمة، عم بحكي على كل المستويات مش تايكوندو كميداليات. هيدا شيء منه، يعني مش معناتها البوبولاسيون هي اللي لا، في فيزيون وفي هيدا وصلنا، وكنا صراحة مش رايحين، نحن قلنا مش رايحين كنا نشارك، رايحين نجيب ميدالية، أوكي، هذا كان الهدف، كنا قلناها ورايحين نجيب ميدالية. نحن مش رايحين، نحن يمكن نجيب ميدالية. أثرت دفنتلي برأيك؟ أثرت، بس ما في حدا بيلعب بطولة على مستوى لتيسيا وبقوة لتيسيا إلا ما بيكون دايما بوشي،
يعني ولا مرة لما بكون بوشي، لأنه لما بكون بروفيسيونيل أتلات على هالمستوى على طول بوشي بأي بطولة، ما في ولا بطولة بيوصل ما بوشي أبدا. أوكي. على صعيد الجولات وعلى صعيد المواجهات، يمكن وصلت لتيسيا رح نكون أكيد معكم نحن بالاستقبال مع زميلي محمد كاركي. نحن ما زلنا معكم من مطار رفيق الحريري دولي من صالون الشرف تحديدا، ما زلنا معكم بهذا النقل المباشر بانتظار أكيد يكون وصلت لتيسيا، نكون عم نقدر ناخذها سريعا. رح نجرب نكون معكم. يلا هلا نحن بانتظار اكيد تكون وصلت لتيسيا ونكون قربنا معكم اكثر ما فينا، كنا قدرنا ناخذ لتيسيا هون قادمه من صالون الشرف بمطار رفيق الحريري الدولي. نحن ما زلنا معكم اكيد. لتيسيا بكل الاحوال جمعت لبنان وجمعت كل الشعب اللبناني وراها، كانت دائما موجوده الى جانب كل اللبنانيين. لتيسيا هي مثلت لبنان، مثلت على 10452 كيلومتر مربع، مثلت كل المناطق اللبنانيه. هذا الشيء اللي شفناه اكيد بالتفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي مع صوره لتيسيا هون. لتيسيا اللي كانت مدمعه، لتيسيا اللي كانت حزينه، بنفس الوقت كانت سعيده لانه افرحت الشعب اللبناني وردت تروح لهذا الشعب اللبناني اللي عم بيعاني من جميع الامور السلبية إذا بدكن، يلي عم نقطع فيها من حروب، من أزمات اقتصادية اجتماعية. بس هون بانتظار أكيد كانت وصول لتيسيا. بعدنا مع الزميل محمد كركي وراي هذا الباب هون، وورا هذا الباب هي لتيسيا رح تكون عم تقطع أكيد هون، رح نكون باستقبالها مباشرة عبر مطار رفيق الحريري الدولي من صالون الشرف. وصلت لتيسيا هون سريعا. نشوف لتيسيا. لتيسيا بس تفوت لجوا then we can start talking. لتيسيا هون فعلا عم شوفها حاليا باستقبال اهلها وعائلتها لتيسيا. شوف استاجيهات سلامي رئيس اتحاد المبارزة باستقبال اهلها وعائلتها لتيسيا وكل محبينا واصدقائها كانوا عم يستقبلوها باقات من الورود. في سعون فأدا فخر للبنان. جرب كنا باخد كلمة سريعة لليتي سعون. طبعا نكون سكرنا الكادر. لتيسيا you made the whole country proud. Let's start from here. يعني كل اللبنانية، كل الشعب اللبناني كلهم فخورين فيك. صحيح ما حقق الميدالية، ولكن اليوم يلي عملته لتيسيا هون بمجرد وصولها لهون كنا كتير قراب من الوصول إلى الدور النصف نهائي. شو بتقول اليوم بهالمناسبة؟ إنه أنا أكيد انفقست بس خسرت، بس بعدين شفت دعم اللبنانية لإلي وكأنه ربحت، يعني كبروا لقلبي وحسيت إنه حققت اللي بدي حققه. لتيسيا يعني اليوم كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لبنان الجريح إذا بدك كمان، كان عم بشوف أنت شو عملتي وكلهم كانوا عاطين هالأمل إذا بدك لطلع منك. أنا يعني كل حياتي بعمل تيكواندو بس أعطي أمل صغير للرياضيين بلبنان ولكل اللبنانية. وانه اسمع اللي هلا انت قلت لي اياه انه كثير بكبر قلبي، وانا كثير مبسوطه بهذا الشيء. اكيد انه زعلانه انه خسرت، بس في شيء اهم من الميداليه اوقات. لتيسيا لعبتي انت من صابي، لعبتي من صابي انت خليتينا نحس انه فينا نربح ميداليه، وليش لا باللون الذهب كمان. هيدا اهم شيء حققتي لكل الرياضيين بلبنان، صاروا بيعرفوا انه ما بقى نروح على الالعاب الاولمبيه لمجرد مشاركه، لا من خلال لتيسيا صار فينا نعرف انه فينا نربح الميداليه. وصلتي للدومي فينال، كان عندك فرصتين تربحي الميداليه. قد ايه مهم هالشيء وقد ايه مهم للرياضيين اللبنانيين. بحب اقول لك كل رياضي لبناني انه نحن بس مش بس بنروح تنشارك مثل ما انت قلت، انه لازم نفكر لابعد انه نحن فينا نربح، انه ليه غيرنا فيهم يربحوا ونحن لا. وأنا أكبر إجزامب، إذا أنا وصلت وفي إربح أكيد الكل في يوصل وفي إربح كمان. كنت عم تلعب على إصابة لتيسيا وكملت الفايتات، وقال لك شغل رئيس الاتحاد ما في حدا غير لتيسيا بيوصل لهون. صح، بعد تاني فايت كل لبطة كنت عم بلبطها بالورم أب كنت عم ببكي. تلعب على أجر واحدة والأجر اللي بلعب فيها هي اللي روحتها، بس كنت عم بقول لحالي إنه ما علي بكسر أجري بس بلعب وبعطي كل شي فيي. بعد تالت فايت كمان أكيد
كنت اجري اضرب من بعد ثالث فايت كنت اجري اضرب لألعب رابع فايت، بس ما كنت عم فكر فيها. قالوا لي انه خلاص ما تفكري فيها، فكري بس بلازم تعمليه وبتقطع، وقطعت. هلا اكيد لو ما كنت مروحه اجري كان في عمل احسن، بس ما لنا حجه انه هيدا سبور فيه انجريز وفي اشياء انه ما فينا نتحكم فيها وبتصير. بس ما علي، انه لعبت الفور فايتس ما استسلمت، I didn't give up، هيدا اهم شيء. تيسيا، شو تعلمت من تجربه اولمبياد باريس 2024، وخصوصا انه لازم تعرف انت وقت بكيتي كل اللبنانيين صراحه يلي بتابعوا التايكوندو يلي ما بتابعوا كانوا ناطرينك ليشوفوا تيسيا بدها تعمل، واخر شيء وقت بكيتي كل اللبنانيين؟ انه تعلمت كل شيء بيصير لسبب. انا ما تأهلت بطوكيو، بركي لو لعبت بطوكيو ما كنت عملت هيدا الانجاز، بركي كنت خسرت اول فايت وما كنت لعبت فور فايتس بالاولمبيكس. وبس روحت حالي قلت انه باول سبتمبر، قلت لحالي انه لا اكيد رح اوقف تايكوندو، انه كسرت اصبعي انه ما في اوصل على الاولمبيكس. وبعدين لا وصلت، انه اذا حدا بده شغله واذا الشغله انه اتسريتن انه لك انه لازم تصير انه رح تصير. اوكي ما لازم اربح ميداليه بركي انه منا إلي، بس بركي هيدا الشيء لبعدين لشخص تاني رح يحمس حدا صغير بس يكبر يجيب اول ميداليه لبنان. كثير حلو هذا اللي عم تقوليه. قبل اولمبياد باريس عندك يمكن كان مفتكر انه الحصول على ميداليه شيء كثير صعب، ليتيسيا هون قبل اولمبياد لوس انجلوس بعد 4 سنين، شو رح يفرق عن اولمبياد باريس؟ هلا ما عم فكر بهذا الشيء. لا دكتور ظريف مفكر. هلا عم فكر بدرسي، بدي اخذ بريك صغير، وبعدين اذا بيتغير شيء، اذا بيجوا سبونسرز، اذا الدوله بتدعمني شوي زياده بركي بفكر فيها. انا كثير بحب التايكوندو، بس كملها هيك مثل ما انا كنت عم بعمل اخر 5 سنين كثير صعبه، بلا دعم بلا زيرو سبورت. يعني اوكي روح حالي، ما حدا بيسال غير اهلي والفريق، ما حدا فيه يدفع للسفره، اهلي بيدفعوا، انه هيك ما فينا نضل نكمل هيك. يعني اذا انا هالقد عم بعيني، يعني اذا هوليك الرياضيين اللبنانيين شو عم بيصير فيهم ما بعرف. فاذا فيك دعم شوي زياده بركي. يعني لازم الكل يتغير، لازم كل شيء يتغير. صعب. ليتيسيا، بتعتبر حالك ظلمتي باخر جيم وقتها كان اول ست النتيجه 0-0، بتعتبر حالك ظلمتي؟ لا، لانه بس يكون 0-0 المعلم اكثر على البروتكتور هو بيربح. هي دقت بالبروتكتور تبعي مرتين وانا مره، فمفروض هي تربح. اوكي نشكرك ليتيسيا. بعرف انه زعلان اذا بدك شوي من الدوله اللبنانيه، ولكن اليوم كلبنان تحديدا قديش كان موجود بكل فايت بكل مهرحة اللي كنت عم تقطع فيها بباريس؟ أنا ما توقعت إنه بس فوت على الأرينا اسمع هيدا الصوت اللي سمعته. اسمي الجمهور اللبناني يعني كله عم بيصرخ، بس فاتت البنت اللي قبلي ما سمعت شيء. أوكي إنه زقفوا، بس أنا فتت سمعت كل الأرينا عم بتصرخ كأنه قام كل الجمهور، وهيدا يعني كبر لي قلبي كتير وحمسني إنه ألعب وأعطي كل شيء فيه. يعني رغم الإنجري بس سمعت صوت اللبناني وبس سمعت اسمي قلت لا لازم كمل لازم اربح. اسمه ما ستش ذا لبنانيز بيبل، لبنانيز سيتيزنز. في عالم هلا بعدها عم تتضرر، في عالم عم تنأذى، في عالم عم تقطع بازمات صعبه، شو بتقولي لهم؟ رساله امل. بدي اقول لكم انه نحن كلبنانيين ما في حدا اقوى منا، حتى لو ما حدا بيساعدنا، نحن لوحدنا بلا حدا فينا نوصل، فينا نعمل اللي ما حدا بيعمله. مثل ما بيقولوا انه اللبنانيين هن انه the happiest depressed people اذا بدك، وانا بلاقي انه نحن اقوى شعب. ثانك يو سو ماتش لك ليتيسيا. هون رح كمل اكيد جوله المقابلات مع زميلي محمد كاركي. محمد رح جرب اخذ معك استاذ جهاد سلامه رئيس الاتحاد اللبناني للمبارزه المحاضره الاولمبي. يعني اليوم يلي عملته ليتيسيا هون للبنان تحديدا، يلي قدمته للبنان على الرغم من العيب الكبير للدوله اللبنانيه، وهذا الشيء كنت اتحدث عنه بحثره. يعني تخيلوا قديش اليوم الرياض اللبناني عم بيعاني. استاذ جهاد، يعني لفتتني كلمه ليتيسيا هون بتقول انه ما فيها تكمل بقى بهيدا الظروف يلي هي عم تلعب فيها، ما فيها تكون عم تمثل لبنان بهيدا الطريقه يلي هي عم تمثله فيها، قدمت كل شيء عندها بس ما في وجود للدوله اللبنانيه وما في حدا يسال عن ليتيسيا هون من المسؤولين اللبنانيين. كلام صحيح قلته، هي الحقيقه، معها حق 100%. الحقيقه المره هي الحقيقه الواقعيه، هي للاسف انه هي الحقيقه. هلا كل شيء لازم يتغير، ايه وعم نحاول، انما هي الحقيقه. يوم للأسف ليتيسيا كانت تقول كمان شيء لفت لنظر زيادة، أنه انصابت، اتعورت، انأذت، ما حدا كمان سأل عنها.
أقول لك هاي الحقيقة. مشان هيك يعني هاي المشاركة وهالألعاب الأولمبية ضوت على كتير أمور لكتير عالم. أحد أهم الأمور إنه في عنا ثقافة رياضية لوجود الإدارة لازم تتغير كلها. الكل يسعى إنه يجيب أشخاص على الإدارة الرياضية تكون ممثل بأشخاص إنه يكون موجود. نحكي سياسيا هون؟ مش عم نحكي سياسيا بمختلف التوجهات. أنا بالنسبة لي اليوم إذا ما رح يصير في وعي عند المسؤولين إنه لازم يجي شخص الإدارة ونشوف إنه ونبين على إنه تجربة اليوم لاتيسيا من نادي المولاسار لاتحاد تايكواندو لا هي لا أهلها إنه كسرنا التابو اللي بيقول إنه صعب الميدالية. تبينت إنه لا ميدالية مش صعبة إنما هذا الشيء تا ما يكون صعب وتنقدر نحقق بكل رياضة لأنه كله متكامل. صار لازم يكون في وعي عند المسؤولين إنه كفى بقى كل حدا بده يجيب الأشخاص يلي تابعين لقلهم 100%. في اليوم نحن بلد تركيبته صعبة فينا نقول إنه اليوم خلي يجي ناس من توجهات معينة 50% يكونوا بيفهموا رياضة و 50% يكون عندهم خلفية سياسية لحدا نهاية. على القليل 50% بتنتج مقدر نعمل رياضة. بس ما نجيب 100% أشخاص يجوا بس لأنه بدنا إياهم يجوا على المركز بلا ما يكون في عندهم خلفية رياضية ورؤية واستراتيجية بكون عم ندمر الرياضة. هل من صعوبة كان اليوم بفتح صالون الشرف لاستقبال لاتيسيون؟ كل شيء صعب البلد صار حتى استقبال رياضيين. كل شيء صار صعب. نتشكر وزير خارجية اللي جاوب ومع الطلب وفتح صالون الشرف. بس أبدا ما كان في تجاوب من الوزارات المعنية كلمة هذا الموضوع. عم قلك نتشكر وزير خارجية. وزير خارجية فتح صالون. نتشكرك استاذ جهاد سلامي. بعد سؤال أخير يوم شو اللي بنقص لبنان لحقق ميدالية؟ هذا السؤال الأخير بدي أنهي معك. بينقصوا شعور حس بالمسؤولية عند المسؤولين بالرياضة بالبلد. هذا اللي بنقصه. انتمى للولد للبلد وحس المسؤولية. على ما نوصل لهذا الموضوع شي نهار يعني بدي اجرب بس اخذ بعد اهلها لاتيسيا المتواجدين هون يعني اما وبيا يلي عم بيحكوا وعم يعبروا عن شعورهم بالبطلة اللبنانية لاتيسيا هون. يعني رح اخذ والدتها لاتيسيا. هذا نهار طويل. اول شيء رح اقول لك الف مبروك. ميرسي. بدك تكبر لنا قلبنا وكبرت قلبنا كلنا وكل الشعب اللبناني والجمهور اللبناني وكل اللبنانيين شماله لجنوبه لغربه لشرقه كانوا كلهم عم يتفاعلوا مع لاتيسيا. واليوم لاتيسيا ردت اذا بدك بمحل ما حتى لو ما حققت ميداليه ردت الامل للبنانيين اليوم. مزبوط كتير ما فيني اقول لك وان شاء الله يعطيها الهمه تكفي وتضل محمسه على التايكواندو وتكفي. يوم بعرف كان مشوار طويل عليكم من كل الميلات من لتيسي من لما بلشت بالتايكواندو لوصلت لهون. لك كان هو هين اذا انت حابب هالشغله والولد حابب وهيني بس مهم هي تضل محمسه وتضل عم تعطي. هي شو قالت لكم محمسه ولا هي بتضل محمسه؟ نحن بننطفي وهي بتضل محمسه. بس يا زعلانة شوي كانت. أكيد 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 زعلت بس إنه بدأ هذا بيعطيها بوش لتقوي حالها وتصير أحسن لما ترجعي. Thank you so much. يعطيك ألف عافية. رح كمل بجولة المقابلات يعني نشوف بعد مين الموجودين. نكون بجولة المقابلات كنا خدنا عدد كبير كبير من المتواجدين. رح ياخذ بعد ولد لاتيسيا هون بهذه الحاله. هيك بنكون انهينا جوله النقل المباشر مع زميلي محمد كركي. نحن مازلنا معكم بهالتغطيه المباشره عبر منصه هون لبنان. محمد كركي مشكور اكيد على كل الشغل الجبار اللي عم تقوم فيه ودائما متواجد فيه معنا. نحن اليوم ذكر بصالون الشرف لاتيسيا هون فعلا هي صغرت حديث البلد بكل معنى الكلمه بكل شيء حققته بكل شيء وصلت له. مجرد وصول دور النصف النهائي بعد غياب 44 سنه عن التتويج الاولمبي للبنان. لبنان كان على صعيد ايضا قاب قوسين من الوصول الى الميداليه بعد فتره غياب دامت عم نحكي 44 سنه. بس كنت يعني اجرب بس اخذ الوالد بينما كان خلص اكيد المقابله وكنت اخذ من الوالد. هيكون نكون خلصنا جوله المقابلات كامله ان كان مع لاتيسيون ان كان مع المتواجدين ان كان حتى اكيد مع الاداريين الرياضيين يلي عملته فعلا لاتيسيا شيء بكبر القلب.
بدنا نجرب اكيد بس ناخذ بعد والد ليتيسيا عون لما كان اكيد خلص هيك بكون خلصنا جوله المقابلات المباشره من صنوع الشرف بمطار رفيق الحريري الدولي. يعني نقطة أساسية كانت صرحت فيها ليتيسيا وكان صرح فيها رئيس الاتحاد اللبناني للتايكوندو إنه اليوم خليني أقول الإصابة لعب دور أساسي وكملت على الرغم من الإصابة يلي واجهتها ليتيسيا. بعد انتظار أكيد نقدر ناخد ليتيسيا نكون أكيد انهينا جولة التغطية المباشرة اليوم. أكيد كمان نتمنى عيد سعيد لكل اللبنانيين بالمناسبة كمان حلو عيد السعيد اليوم عشية ليلة العيد بكل الأحوال بهذه الفرصة فرصة كمان نتمنى لكم إياها بانتظار بعدنا أكيد نكون عم نقدر ناخد أهل ليتيسيا وهيك نكون انهينا الجولة. بدي أشوف بس إذا ستة ليتيسيا أو مش ستة ليتيسيا اللي قاعدة ورانا ما بعرف صراحة عم بطلع لأشوف عم جرب استكشف حتى نتأكد. حضرتك ستة لليتيسيا؟ نعم. خبرينا شوي عن ليتيسيا. ليتيسيا أنا ربيتها من وقت ما كانت صغيرة وعلمتها على السبور وبلشت بالمولسال كان عمرها شي 3 سنين وعملت كل الجميع البطولات البطولات يعني عملت ايس سكيتينج عملت على حصان على ناتاسيون عملي على الحصان عملي البدك يا بدك تعطي لها تقعد حدك شوي سريع بدك تعطي لها تقعد حدك شوي تحكي لها شيء ايه عيط لها كمل بهذا الحكي بكل الاحوال المايك بدي اتشكر اهم شيء كل الشعب اللبناني لانه كله وقفوا علي وقفوا معه وحتى الجالية السورية الحلبية لأنه أنا حلبية. حضرتك من سوريا؟ إيه من حلب. إيه هي نصها حلبية. شو؟ ما نقدر ننكر. لا ليش بدنا ننكر؟ إيه. بس اليوم لما تشوفي صبية لبنانية بطلة لبنانية قدرت تجمع اللبنانية بوقت سياسي بفرقون يوم قديش هذا الشيء مهم. كنا منحب تربح بس في شانس بالدنيا. شانسها ما كان هاي بس هي كانت بطولتها بتجنن كل العالم حلفوا فيها باللعب حتى بالستاند بفرنسا أجوا العالم يتصوروا معها قد ما كنا مرتبين بلبنان عاملين تيشرتات أحمر مع جول ليتيسيا. حلو قد ايه فخوره بحفيدتك؟ انا فخوره كثير فيها وان شاء الله اذا كنت عايشه بعد 4 سنين بروح على برجع بحضرها. الله يطول بعمرك. ميرسي. كنت هونيك انت عم تحضريها؟ ايه رحت على فرنسا. رحت على فرنسا لك وانبسطت كثير ما كنت اعرف في طريقه التايكوندو هونيك تعرفت على ايه صرت وبعدين الشعب كان كتير الشعب كان كله مع ليتيسيا نحن نعيط ليتيسيا وهن يلحقونا ليتيسيا كتير كان حلو. شكرا لك مدام. شوف لا بالعكس حكينا وقرينا بدي اشوف اكيد بس نجرب بعد ناخذ بعد شوي يعني كنا ناخذ بعد ليتيسيا مع ستة بين ما كانت خلصت ليتيسيا يعني ليتيسيا عون هالبطلة اللبنانية واللي حققته على صعيد أولمبياد باريس مجرد وصولها لدور النصف نهائي بعد فترة خلينا نقول كان لبنان قريب جدا. رح جرب اخذ تثبتكم ليتيسيا مع ستة ليتيسيا بدي اعدك شو واحد ستك كانت تحكي عنك ستك الله قاعد تخبر عني قاعد تخبر شو عملتي هونيك. اوكي it was a good experience لها. It was a very good experience لها. هي اجت انه بدكم تاخذوني معكم يعني ما في choice يعني مجبورين ناخذها. جبرتنا ناخذها. بس حلو انه فاميلي سبورت يعني ايه كثير حلو. هيدا احلى شيء كان هونيك يعني انا بس خسرت ظهرت من الفايت بالعادة بظهر راح ببكي عشانها بس هالمرة ما كان فيي انه ظهرت شفتهم نسيت كل شيء اصحابي اللي ما شفتهم صار لي سنة وسنتين شفتهم بس ظهرت يعني
كثير انبسطت. كانوا كلهم بفرنسا هناك انا اوريدي هناك عم يدرسوا يعني برا؟ لا اجوا من امريكا من كندا من لبنان من فرنسا كمان. اوكي يشجعوك هناك؟ ايه كلهم. شو حلو. That was great. That was amazing. So far الاكسبيرينس اللي هناك يلي عملتيها اذا بدك بالاولمبيكس اليوم قديش علمت بلاتيسا قديش طورت بلاتيسا؟ On a personal level. أنا رحت أولادي على Asian Games, على a lot of games, بس ولا مرة the Olympics. فبعرف شو يعني الحياة ب village وكل شيء, بس بالأولمبيكس إنه واو إنه ما فيك تزهق no way. بس هيدي كمان مش كتير منيحة, كان لازم ارتاح أكتر قبل اللعب. بس قبل ثلاث أيام إنه خلاص رقت صرت بس عم نام, روح على التمرين أرجع نام. بس انه لازم حدا بس تكون بالفيليج يقول لك انه خلص بدك ترو بدك تركز على البطوله. عشان اخذ بيك معك حدك ضع ضع وين هربان وين هربان اجا معز بتعزبك شيء كثير لا بتجنن على سلامتها. لا لا ابدا بتجنن ما بتعزبك بتعزبك عائله كثير. لا لا ما بنحس فيها. يوم البلد كله عم بيحكي عن بنتك الا هيك كلمه طلع فيها الا شيء عبالك تقول ايوه. ميرسي بوكو للي عملتيه عن جد. ميرسي بوكو بوكو ثانكس. عليت اسم لبنان هذا من قلك اياه. بنتك فعلا جمعت كل لبنان. هي بتعرف لتيسا انه كان في عالم من الجنوب في عالم من الشمال في عالم من وين كل لبنان كانوا عم يحضروك عم بيشوفوك. عن جد واو. Everyone was talking about you. كل اللبنانيه دعموك. يا يا ترو اتس ترو. The whole country اللي بيحضر تيكوندو ما بيحضر تيكوندو بعد ميرسي 100 مره عن جد. يوم بدك تشكر قد ما فيني اشكرهم عن جد. ثانك يو فيري ماتش. اهتموني كثير هون هون لبنان. You proved that big time. Yes. عن جد thank you so much لكل دعمكم لكل لبنانية, لأنه أوكي خسرت بس مثل ما قلت في أشياء أهم من الميدالية ودعمهم لقلي it means everything. Thank you so much Alexis. Thank you Alexis. Thank you. فإذا متابعين عبر منصة هون لبنان هيك بتشكر حسن متابعتكم أكيد, والتقينا بجد بتغطية مباشرة لاحقة. محمد كرك يعطيك ألف عافية وإلى اللقاء الأسبوع الأخير.